ان انا لما بقطع سواء انبلان او انسكشن انا بقطع في حاجات زي الحيطه. انا قطعت في الحيطه، الحيطه زي في الرسم الهندسي بالظبط، مش الجزء اللي انا قطعت فيه. انا كنت بهشره بعمله تهشير اللي هو بنسميه هاتشنج. احنا عندنا علشان في ماتيريالز مختلفه فبنضطر ان احنا نعرف او نوصف كذا نوع هاتشنج. مش مهندسة. بنعرف كذا نوع هاتشنج اختلاف بسبب اختلاف الماتيريالز المختلفه. على سبيل المثال عندي خط، عندي الخطوط المتوازيه، متوازية على 45، دي بنسميها ريفورس الكونكريت او خرسانة مسلحة. خلاص الحاجات دي هنشرحها بالتفصيل في السكشن. البريكس، البريك وير اللي هو انا دلوقتي عملت المبنى بتاعي خرسانات عشان ابني الحيطان، الحيطان دي بعمل لها طوب، بعملها طوب. ده الهاتشنج بتاع الطوب، يعني انا لما هرسم البلان وهقطع في القواعد هعمل لها هاتشنج طوب، اللي هو بيبقى عباره عن خطين متوازيين على 45، بعد شويه تاني خطين متوازيين على 45 وهكذا. مسافات طبعا متساويه. ده انديكيشن بيقول لي ان ده طوب، ده خرسانه. هو انا مسافه ما بين كل خطين قد ايه؟ خلينا ماشيين زي ال يعني في الرسم الهندسي كنتوا محددين المسافه دي قد ايه؟ عشان بس نوحد الحاجات. 2 مللي، خلاص خلينا الخط ما بين الخط والتاني 2 مللي، خلاص. ونفس القصه هنا بس هنا 2 مللي و4 مللي، 2 مللي و4 مللي، عشان ما ناخدش حاجات كتير. خلاص بس انا يهمني ان انت تبقى عارف ان ده خرسانه وده طول. حد هيقول لي الفلان اللي انت مديها لنا انت مش عامله هاتشنج للحيطان، مع ان انا اقطع في الحيطان. بما ان الحيطان انا مديها خط بولد اللي هو السكشن لاين، مش محتاجه احط حاجات تخفي لي التفاصيل اللي انا اهم اشوفها. ففي الحاله دي مش بحط هاتشنج للحيطان. خلاص؟ بعد كده في حاجه اسمها بلين كونكريت، الخرسانه العاديه. احنا عارفين ان احنا عندنا الخرسانه هي حاجه واحده. بس في خرسانه بحط فيها حديد وفي خرسانه ما بحطش فيها حديد. خلاص؟ التفاصيل دي انا مش هماني قوي ان انت تعرفها، بس انت انا عايزك تعرف ان الحديد بيبقى رينفورسد لان ده بيقاوم الخرسانه، هي الماتيريال واحده. هي خرسانه، خرسانه بتبقى عباره عن زلط ورمل واسمنت وميه بخلطهم بحطها في المبنى في الجزء اللي انا عايزه اصبه خرسانه. انا عايزه اقويه شويه بحط له خرسانه اللي هو الحديد فيبقى خرسانه مسلحه. شلت الحديد منه هيبقى بلين كونكريت، خرسانه ساده ما فيهاش حاجه. خلاص؟ بعد كده في حاجه عندي اسمها الساند او الرمل. الرمل ده احنا ما قلناش بلين كونكريت، بلين كونكريت الانتجريشن بتاعه عامل ازاي؟ عباره عن بلوكس كده صغيره فيها مثلثات، المثلثات دي انديكيشن للزلط. خلاص؟ بعد كده الساند، الساند هو الرمل. الرمل بحطه فين؟ مين فيكم شايف عزل حمامات؟ الحمام هو بيتعزل. انا بحط طبقه رمل كبيره عشان اقدر افوت بواسير الصرف تحتي. في الريسبشنز برضو بحط رمل تحت الماتيريال بتاعتي علشان وانا بدوس خبطة الكعب بتاعتي ما تسمعش تحت، لان الخرسانه حاجه موصله للصوت، فبعمل عزل الصوت عن طريق الرمل. وساعات في ناس بتعمل عزل التكييف تحت البلاط، فده حاجه تانية علشان افوت تحت في الرمل ده مواسير. اوكي، ساعات ناس بتحط حاجات كهرباء تحت برضو البلاط. شكل الرمل عباره عن حاجه عامله ازاي؟ عباره عن حاجه بلاطس كده صغيره بشكل رنده. الباك فيل او السويل، بدفل انا المبنى بتاعي مبني على ارض، اي حاجه تحت المبنى من الارض دي بتسميها بدفل او سويل، تربه. شكلها عامل ازاي؟ عباره عن خط ثلاث خطوط على 45 وعليهم عمودي ثلاث خطوط 45، ثلاث خطوط 45 وعليهم ثلاث خطوط 45 وهكذا. ده بنسميه البدفل. نرسمها بطريقه ثانيه اسهل، خط مستقيم ونقسمه مثلثات كده. خلاص، ثلاث خطوط وثلاث ثلاث خطوط وعليهم ثلاث خطوط كده اسهل.
دانروفين كورس اللي هي الدي بي سي عزل الرطوبة. انا مش هممني قوي الكلام ده بس انا حابة ان انتوا تعرفوه يعني ايه عزل الرطوبة. اي حاجة بيجيلي فيها مية ايه الاماكن اللي ممكن يكون موجود فيها مية؟ طيب الروف مش السطح السطح مش بيجي فيه مية مطر فانا لازم اعمل عزل الرطوبة هو الدانروفين كورس زي ما هو قال الجراوند لو هو منه للتربه بيبقى فيه مياه جوفيه فلازم احط عزل الحمامات والمطابخ دي ويت اريا احنا حتى في البلانز بتلاقيها متلونه باللبني كده عشان دي فيها ميه فلازم اعمل فيها عزل ده الانديكيشن بتاعها بيبقى عباره عن سنتين كده 2 سنتي وعامله زي الرصيف البذوره بتاعه الرصيف واحده اسود واحده ابيض واحده اسود واحده ابيض اوكي الويت سكشن لو انا اصل هي دي ما لهاش بقى احنا اتفقنا ان احنا ماشيين زي رسم المدرسه. الروت سكشن الحاجات دي كلها انا لما بقطع في البلان بتاعي بيبقى فيه تفاصيل، فانا لو قطعت في الحيطه وجالي باب هيجيني روت سكشن. خلاص؟ الروت سكشن ده بيبقى عباره عن ايه؟ خلينا نتفق ان الخشب ده هو جزء من الشجر. فلو شجره الترنك بتاع الشجر حاجه عامل كده فهو بيبقى فيه ريس كده حاجة عاملة كده مش دي الشجرة الحقيقية أنا خدت منها الجزء ده ده بيبقى شكله عامل ازاي بقى بيبقى حاجة كده فيها وعليها خلاص سيركل انسليشن هي حاجة زي عزل الرطوبة كده سيركل انسليشن بنسميها عزل حرارة دي ممكن تكون موجودة فين؟ دايما في الدور الاول يقول لي انا ما احبش اسكن في الدور الاخير علشان الشمس بتبقى ضاربه فالجو بيبقى حر دايما فبنعمل طبقه من طبقات السطح اسمها عزل الحراره عزل الحراره ده شكله عامل ازاي زي سلك التليفون كده حاجه عامله خلاص برضه فري هاند خلاص في حاجه مش مفهومه في الكلام ده معظم الحاجات دي هتبان بالدرجه الاولى في السكشن بس احنا لازم نبقى عارفين علشان اختلاف الماتيريالز دي اقدر اعرف اقرا البلان يبقى انا من خلال الخطوط عرفت اعرف ايه اللي انا قاطع فيه وايه اللي انا شايفاه الفيشن وايه اللي شايفاه فوقي وايه اللي تحتي والكلام ده كله وبعد كده عرفت الماتيريالز فعرفت اعرف انا قاطع في حيطه هتبقى بالشكل ده قاطع في خرسانه هتبقى بالشكل يعني انا عندي بلان قطعت في حيطه هيبان لي هاتشنج قطعت في عمود مش بيبقى في اعمده في البلان هيبقى لي هاتشنج بتاع العمود وهكذا فاعرف ان في هنا عمود ما ينفعش اشيل عمود بس انا اعرف اكسر في حيطي لكن ما اكسرش في عمود فابعد عن الحته بتاعت العمود فهمتوا ليه انا لازم كمدني او بالكهرباء انا ساعات باجي احط مثلا ابليك او حاجه في حيطي ينفع ادق حاجه في عمود هبعد عن الحته دي ابقى عارفه ان ده عمود ابعد عنه خلاص في حد مش فاهم حاجه لحد هنا بعد كده ببتدي ارسم البلان بتاعي دي اول ورقه خلاص اللي احنا خدناها مع بعض في الورقه اللي بتاعت البلان كلكم فاكرينها المبنى ده في الصاعد اول حاجه ببتدي استفيد بيها من الرسم بتاعي هو ايه؟ احنا قلناها النقطه الخمسين الاكسيس عشان اقدر انفذ البلان ده في الصاعد بتاعي لازم اول حاجه هبتدي بيها هي الاكسيس. الاكسيس بتاعتي هي الجراد اللي احنا شايفينها دي. هتلاقيني في الرسمه هي بالظبط اول حاجه ببتدي فيها في الرسم بتاعي. هتلاقيني بدي لك دايمنشنز وعامله لك الجراد اللي احنا شايفينها دي وقايله لك ان المسافه ما بين اكس والتاني قد كده. هتلاقيها تاني خط، الخط اللي في النص. المفروض
بتياك المسافة دي قد ايه والمسافة دي قد ايه موجودة قدامكم ولا لا؟ خلاص. فأول حاجة هبتدي أعملها هي الأجساد بتاعتي. أنا بتياك المسافة ما بين ده وده قد ايه وده وده قد ايه ونفس القصة في الاتجاه الفرد. خلاص حطيت الأكسيس بتاعتي ورقمته. نبتدي بقى نرسم الحيطان. كان في سؤال الدكتور سأله، احنا البلان ده لما بنيجي نرسمه انا قلت لكم في حاجه اسمها سكينه قطع. سكينه القطع دي انا باخدها علشان ابين حدود الدور بتاعي، التقاسيم الداخليه بتاعه الدور. تعارفا احنا بقينا ناخد كمعماريين يعني او كمهندسين بناخد سكينه القطع دي على ارتفاع متر ونص من ارضيه الدور اللي انا واقفه عليه. يعني انا واقفه على الفانشنج ماتيريال بتاعت اللي هو البلاط هنا، وعلى ارتفاع متر ونص رحت واخده سكينه القطع وقطعت اي حاجه قطعت فيها بتبالي سكشن 9. وبعد كده حاجه خفيفه اللي انا شايفاها من تحتي، علشان كده قلت لك انا قطعت المستوى ده، انا شفت الديسك الليفيشن هيبقى خط خفيف. حاجه اللي فوقي اللي انا رميتها، يعني انا قطعت ورميت لفوق وبصيت لتحت، خلاص هيبقى ايه داش لون. يبقى احنا خلينا كده متعارفين مع بعض ان احنا على ارتفاع متر ونص ناخد سكينه القطع بتاعتي واقف عشان اقدر ارسم البلان. وهبص لتحت، هقطع ارتفاع متر ونص وابص لتحت، اي حاجه انا شايفاها من فوق اللي باقي قطع فيها سكشن، واللي فوقي انا رميته هيبقى داش لون لانه هو مش لون. خلاص يبقى انا رسمت الاكسيس بتاعتي. بعد ما رسمت الاكسيس هبتدي احط الحيطان بتاعتي. احنا اتفقنا ان الحيطان الخارجيه 25 والداخليه 12 سم. فلو واتفقنا على حاجه كمان ان الاكس بتاعي في نص الحيطه. فلو الحيطه عندي 25 يبقى هاخد 12 سم ونص يمين 12 ونص سم شمال. خلاص وابتدي ارسم الحيطان. هجيب الدايمنشنز بتاعتها منين؟ هلاقيها مكتوبه عندك في الورقه. اللي هي هنجيب الدايمنشنز اللي هي من بره دي. زي الرسم الهندسي بالظبط، كنت بحط لك دايمنشنز عشان تقدر ترسم الرسمه بتاعتك. نفس القصه في المعماري. خلاص؟ بس في حاجه بقى ان الاطوال اللي موجوده دي كلها اطوال حقيقيه. يعني انا هنا ال 7 متر اللي تحت دي اكيد مش هرسمها 7 متر، انا لازم احولها بسكيل اللي هو مطلوب اللي هو سكيل 1:50. بعد ما رسمت الحيطان هبتدي اعمل ايه؟ انا كده اول حاجه رسمتها هو السكشن لاين اللي هي الحيطان. تاني حاجه هبتدي احط الاعمده بتاعتي. هلاقي فيه عمود هنا وهنا 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 وهنا. هنلاحظ ملاحظه كده، حد ممكن يلاحظ معايا في حاجه هنا؟ اه. ايه هي؟ مش بص بقى ده بالظبط. احنا اتفقنا ان الاكس بيبقى في نص الحيطه، بس اكشلي الاكس مش اكس الحيطه، هو اكس العمود. هتلاقي دايما الاكس بيبقى فيه عمود، زي يعني الحيطه دي حيطه بس ما فيهاش عمود، فما حطيتلهاش اكس. فدايما الاكس بيبقى مرتبط بوجود عمود فيه. لازم يكون هنا خطين. ليه؟ عشان انا كمدني لما اجي اقول لك ان في مشكله في الجزء ده هقول لك الاكس 3 مع الاكس سي في مشكله انا مش عارفه احلها. ممكن تراجع الديزاين بتاعك وانا كمعماري هقول لك لا انت غلطان، عشان انا ممكن احط عمود هنا بالطريقه الفلانيه بالدايمنشنز الفلانيه. انت فاهم الربط ازاي؟ للناس اللي بتقول ان الجزء المعماري ده انا مش داخله، يعني مش مهم قوي، عشان انا اصلا مش داخله عماره. الجزء ده مهم جدا لان كل الاقسام بتتعامل فيه. في حاجة مهمة هنا ان الاكس مرتبط بوجود عمود فيه ولازم يكون مر فيه اكسين، واحد في الاتجاه الفيرتيكال وواحد في الاتجاه الهوريزونتال الافقي والراس. خلاص يبقى انا دلوقتي حطيت السكشن لاين اللي هي الحيطان، ورسمت الاليفيشن لاين اللي هي التيرسز اللي هي البلكونات، والسلم بتاعي رسمته زي الطريقة اللي احنا شرحناها، وحطيت الاكسات والكولومز كده. ناقص ايه تاني؟ ناقص ان انا اعمل الابواب والشبابيك بتاعتي. احنا لما قطعنا على ارتفاع متر ونص من ارضيه الدور مش كل اللي انا قطعته في الحيطان، لقيت فيه فتحات عندي. خلاص؟ الفتحات دي بتبقى ايه؟ يا باب يا شباك.
يا فتحه كده زي اللي هي قدام الانترنس قدامكم عندكم دي اللي فيها ضغطه قدام اللي هي عند السلم بعد السلم في فتحه كده. خلاص انا قلت لكم ان دي متسقفه بس هي مش ما فيهاش لا باب ولا شباك دي فتحه عاديه. فانا لما قطعت ما لقيتش فيها لا حيطه ولا حاجه فبان لي بس الضغط بتاع العتبه. نيجي بقى نشوف تفصيله الباب والشباك. هي دي تفصيله ادفانسد شويه يعني ما هي حاجه دي ابسط حاجه عندنا في العماره بس انا مش عايزاكم برضه ترسموها بالطريقه دي. خلينا نسهل الموضوع على بعض. ده كل اللي يهمني انا دلوقتي انا رسمت البلان مش هنسين الصوت. لما رسمت البلان كان حاجه عندي عامله كده الكاتنج لاين ما اتفقنا عليه. يعني في حيطه مكمله بس انا مش محتاجاها دلوقتي. دي تفصيلات الشباك. المفروض ان دي الحيطه بتاعتي. الهاتشنج بيبتدي يبان عندي التفصيل بتاعت السكيلز الكبيره. يعني هنا دي حيطه لازم ابين ان دي حيطه. لما اجي ارسم سكيل 1:10 مثلا. نشرحها بقى. مش احنا لما جينا رسمنا البلان ده الحيطه اللي فيها فتحه خلاص احنا اتفقنا ان ده. انا بقى عايزه اقول لك شكل الفتحه دي عامله ازاي. فرحت واخده الحته دي من البلان كبرتها بره سكيل اكبر. انا رسمه البلان سكيل 1:50 رحت مطلعها دي بره وعامله لها زوم اكبر او عامله لها تفصيله اكبر عشان اقول لك تفصيله الشباك دي بتتكلم ازاي. سكيل 1:10 السكيلز الكبيرة بيبان فيها التفاصيل ويبان فيها الهاتشنج. يعني أنا هنا هقول إن دي حيطة. خط القطع ده بيقول لي إن الحيطة دي مكملة هي مش واقفة هنا هي مكملة بس أنا عايزة أبين الحتة دي.